سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الفطائر اللي بعجينة تقريبا هما بحال البيتزات، كيجيو صغار ولكن بعجينة مختلفة وبشكل مختلف، وكيجيو طبيعيين وكيجيو هشاش، واكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم. ويلاه معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ديالهم. وهذا هما المقادير. عندنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال النيدو، ربع كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب دافي، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ كاس ديال الحليب دافي، غادي نديروا فيه سنيده، معلقه ديال سنيده، واحد معلقه كبيره ديال الخميره. هنا واحد الاناء حنا وضعين هنا فيه واحد نص كيلو ديال الدقيق الفورص، وجوج معلقات ديال الحليب المجفف نيدو، معلقه صغيره ديال الملحه، ودرنا فيه داك ربع كاس ديال الحليب ديال الزيت، وزدنا فيه الخميره ومع الحليب والسكر اللي خليناها حوالي 10 دقائق باش كتفاعل لينا الخميره مع السكر والحليب، كتفاعل لينا في الحليب عفوا. صافي من بعد كنزيدوها على العجين وكنخلطوا، كندلكوها مزيان، من بعد كنخليوها ترتاح، كنديروا عليها واحد الفيلم اليمونتير وكنخليوها حتى كترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت غادي ناخذوها، غادي نحاولوا اننا نفرغوها في طاوله العمل ونشكلو على شكل كويرات صغيره كما كتشوفوا معايا بطريقه باينه. كنشكلو واحد الكويرات هكا صغار، كنخليهم هنا، درناهم في الطاوه، كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد كناخذ واحد الكاس، كنديروا على شكل حفيرات هكا بالكاس في الوسط، كندهنوا القاع ديال الكاس، كنديروا في شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش لينا في العجين. صافي كنضغطوا هكا بالكاس حتى كتكون عندنا واحد الحفره، من بعد كنضغطوا في الجوانب حتى كنحصلوا على واحد الدائره او حفره كتكون كبيره شويه على هذا الشكل. كنحاول نقادوها بالاصبع ديالنا على هذا الشكل، كنقادوها مزيان من الجوانب، كنزيدو بحال كنزيدو نحفروا دوك الجوانب. صافي هنايا غادي نديرهم كاملين، من بعد غادي ناخذ فرشاطه غادي نثقبهم باش ما تنفخش لينا العجين ديالنا في الفران. ودابا ندوزو باش نتعرفوا على الحشوه اللي غادي نستعملوا في هاد الخبيزات ديالنا او هاد الفطائر ديالنا. عندنا هنايا الطون، البصله هنايا قطعناها مربعات وشحرناها مع شويه الملح والبزار، فلفل الوان، هادي عندي فلفله صغيره صفراء وحمراء، دينا الموتزاريلا، هاد الصلصه ديال البيتزا انا شريتها جاهزه ممكن انكم تصايبوها في الدار، والزيتون مقطع. وانا درت هاد الحشوه، ممكن نتوما ديروا اي حشوه، ممكن ديروا كفته، داكشي اللي متوفر عندكم، الكفته او الدجاج اللي عندكم ديروه ماشي مشكل. صافي هنا كندهنوا هذاك القاع ديال هاد الفطيره بشويه ديال صلصه ديال الطماطم، كنزيدوا عليها هاد البصل اللي كيف ما قلت لكم شحرته مع شويه ديال الزيت والملح والبزار، كنزيد هنا الطون، انا كيعجبني بزاف الحشوات اللي كيكون فيهم الطون، كيعجبوني احسن من الكفته ولا الدجاج ولا هذا عند ولا اي حاجه. مهم وكنزيد هنا فلفل الحلو الصغير، انا عندي الصفر والحمر
وذوائر ديال الزيتون. ثم لكم الاختيار في التزيين، كتديروا اي شكل بغيتو اللي متوفر عندكم، ماشي مشكل، ماشي ضروري هاد الشيء انا اللي درت ديرو. انا عطيتكم غير الفكره والعجين. انا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نزيد عليهم الموتزاريلا، وغادي ندهن الجوانب ديالهم باصفر بيضة مع شويه ديال الحليب. او اصفر بيضة مع نقطه ديال الخل اللي بغيتو باش يحيد هذاك الزفوره ديالها. صافي كنبقاو غاديين على هذا الشكل، كندهنوهم كاملين، كنحاولوا ندهنوا الجوانب فقط لما نقصوا الوسط. حاولوا ما نقصوش الحشوة. صافي هكذا غنبقى غادي على هذا الشكل حتى نساليو كل شيء. هاد الفطائر ديالنا وندخلهم في الفطران. هنايا انا قبل انا رشيت شويه ديال البافو وشويه ديال الزنجلان، وغادي ندخلهم الفطران. هنا كيف ما قلت لكم انا سخنت الفطران، غادي ندخلهم على فرن ساخن. كيجيو رطبين بزاف، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم الصراحه، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رطبين وكيجيو هشاش، وحتى المنظر ديالهم كيجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما طابوا، خرجتهم من الفطران، كيجيو على هذا الشكل صراحه، كيجيو زوينين بزاف. وكيف ما قلت لكم كيجيو رطبين وكيجيو هشاش، وغادي تجربوهم ان شاء الله، ما غاديش تندموا عليهم وتبقاو ديما ديروهم. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما العاده الى عجبكم فيديو خليوا ليا لايك، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا. وبصحه وراحه، ونخليكم مع الفطائر ديالنا اللي حضرت لكم.